سادتي وسادتي، ونحن نحتفل بعيد نصر أكتوبر يحتفل كاتبنا الكبير الأستاذ توفيق الحكيم بعيد ميلاده. ففي 9 من أكتوبر عام 1898 ولد الحكيم ليضيء شمعة في عالم الفكر والأدب، ظلت تتوهج وما زالت ترسل إشعاعاتها الفكرية لتكون رمزا خالدا في تاريخ مصر الفكري. احتفلت أسرة الأهرام بعيد ميلاد الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وأضاءت الشموع في حفل أقيم بمكتب الحكيم الذي اعتذر في آخر لحظة لتوعك في صحته، وقدم الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام هدية تحية للحكيم في عيد ميلاده. أستاذ فكري مختار نائب مدير عام مؤسسة الأهرام، سيادتك عديت هدية لعيد الميلاد. تمام، المؤسسة الأهرام يسعد أنها تقوم بإهداء هدية رمزية للأستاذنا الكبير أستاذ توفيق الحكيم بمناسبة عيد ميلاده، وهدية مقدمة باسم المؤسسة في شخص رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ونقيب الصحفيين الأستاذ إبراهيم نافع. ونتمنى لعميد أدبائنا طول العمر ومتعه الله بالصحة والعافية. الهدية عبارة عن إيه؟ الهدية عبارة عن صينية فضة مجهولة بالآيات القرآنية الكريمة. ونحن نحتفل اليوم بالعيد 88 لميلاد الكاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم. أنا كمواطنة عادية بقول له كل سنة وانت طيب، لكن الأستاذ نجيب محفوظ هيقول له إيه؟ الحقيقة إن عيد ميلاد توفيق الحكيم هو عيد ميلاد أو عيد فرح للثقافة وللفن، وأيضا عيد سرور لأبنائه وتلامذته من جميع الأجيال. وأعتقد أنهم هينضموا لي في هذه اللحظة عشان ندعي له جميعا بالصحة والعافية وبالسعادة التي أحدثها في نفوس الملايين على مدى عمره بفنه الجميل الرفيع. كنت عايزة أسأل سيادتك الشخصية القومية في كتابات الأستاذ توفيق الحكيم، رأيك فيها إيه؟ الشخصية القومية تظهر بصفة مباشرة في أدبه الواقعي، زي عودة الروح، زي مذكرات نائب في الأرياف، كثير من المسرحيات اللي جمعها مسرح المجتمع، القصص القصيرة. بلور هذه الشخصية وما تمتاز به من فكاهة، من صبر، الصفات الجوهرية في الشخصية المصرية. الحقيقة أنه أول من عبر عنها بعمق وفن في أدب. بالنسبة لعصفور من الشرق بيعرف فيها الأستاذ توفيق الحكيم لمشكلة الصراع بين الغرب والشرق، رأي سيادتك إيه في هذه الجزئية؟ في هذا الصراع يعني؟ أيوة. والله هو الصراع على المستوى السياسي والعسكري قديم، من أيام الدولة الإغريقية والدولة الرومانية والفتح الإسلامي ثم الاستعمار. لكن في علاقة إيجابية إنسانية بين الشرق والغرب تتمثل في تبادل المنافع والتجارة والثقافة. وأخيرا في المنافع العلمية اللي بتقدمها الحضارة الغربية للعالم. ورأي سيادتك إيه في رأي الأستاذ توفيق الحكيم في هذا الموضوع؟ الأستاذ توفيق الحكيم أكد على نقطتين حقيقيتين، اندماج الغرب في القيم المادية وتطلع الشرق للقيم الروحية. واللي رآه واللي تنبأ به حصل الآن في المجتمع بتاعنا في الصراع بين الأصالة والمعاصرة. أستاذ نجيب محفوظ، المعرفة بينكما دامت كم سنة؟ بدأت من سنة 47 حتى اليوم. هل تأثرت به؟ تأثرت به طبعا. كيف؟ وكل جيلنا والأجيال اللي بعدنا. لأن مولد توفيق الحكيم ده تعتبريه مولد
للفن الصافي. الجيل اللي سبق الحكيم كان جيل بيقوم بمهام عديدة: التعريف بالتراث، والتعريف بالغرب، وإعطاء نماذج نقدية وإبداعية على الهامش. إنما توفيق الحكيم تفرغ أساسا للفن وللفكر الفني، وبهرنا بمسرحه اللي هو أول مسرح أدبي نثري في أدبنا العربي، وبرواياته وبقصصه القصيرة. فكان مرجعنا وكان جامعتنا أو مدرستنا، وخرجت منه الأجيال كلها، اللي عمل مسرح واللي عمل قصة قصيرة واللي عمل رواية. ده بشكل عام ده تأثيره على كل كتاب مصر. لكن بشكل خاص ما هي الزاوية بالذات اللي سيادتك تأثرت بيها؟ ما أنا تأثرت زي بقية الأجيال، إنما تأثرت بصفة خاصة في الرواية. ما فيش وجهة نظر فلسفية معينة أثرت في سيادتك؟ أنا أثر فيها فنه قبل كل شيء، فنه قبل كل شيء، خصوصا عودة الروح ومذكراتنا في الأرياف. ومن الاثنين دول خرجت رواياتي كلها. رأيه إيه في كتاب الشبان؟ رأيه؟ رأي توفيق بيه؟ أنا أعتقد أن توفيق بيه سمح جدا، وأنه بيشجع ويحب ويدفع، ولما بيقرأ شيء بيعجبه بينوه بيه، يعني بدون احتياط ولا احتراز. وكان سمعت منه الثناء الطيب الكتير على ناس كتير من الشباب. طبعا الشباب بالنسبة له في عهده، لأن هتلاقيهم مين؟ تلاقيهم إحسان عبد القدوس وسرط أباظة وحضرتك وأنا نشأتي إنما ما يزال يتابع الأدب الآن. طبعا ربنا يديله الصحة والعافية. يعني هل في بداية حياتك الأدبية هل شجعك هو؟ في موقف معين دار بينكم؟ كان سبب تعارفنا ظهور رواية زقاق ده، أراها وبعدين طلب من صديق مشترك أنه يتعرف بيها، فرحت له في القهوة اللي كان بيقعد فيها قدام البنك الأهلي وتعرفنا ببعض، وقال لي على مجلسه في اسكندرية. فلما جاء الصيف رحت له، ومن نهاريها لازمته. لكن كان مشجع باستمرار لكل أعمال فعلا وما يزال. سيادتك بتدين له بإيه؟ بما يدين له التلميذ لأستاذه، وده شيء كبير جدا. كل سنة وهو طيب وسيادتك طيب، وربنا يديكوا طول العمر ويخليه كلنا. آمين. الأستاذ توفيق الحكيم شخصية خالدة ومضيئة في سماء الفن، إنه فنان عميق الفكر الفلسفي، هكذا قال عنه الفنان الكبير الأستاذ صلاح طاهر. توفيق الحكيم من علامات العصر بتاعنا، وله أثر لن يمحى في الحياة الثقافية بتاعتنا في هذه الفترة. ومن المشخصات الرفيعة العظيمة العميقة بالنسبة لشخصيته وبالنسبة لرسالته في الحياة الفكرية والأدبية، أنه استطاع ببساطة تامة أن يجمع بين الفكر والفن في وقت واحد. عاوز أقول الفكر الفلسفي، وطبعا كثير جدا من الكتاب جمعوا بين الفكر والفن، ولكن سخر الفن من أجل الفكر. يعني دي نقطة رائعة، لأن في أحيان كثيرة جدا بيجذبنا عند الكاتب الاتجاه الفني بتاعه، بصرف النظر عن أن هناك أفكار أو مش أفكار، أو في أفكار درجة أو غير أفكار درجة. ولكن لما يكون هناك فكر عميق فلسفي بيغلفه الفن بالطريقة الجذابة الرفيعة بتاع توفيق الحكيم، بتبقى شخصية نادرة ولها سمات نادرة أيضا. هل رأيت سيادتك أن توضح هذا في البورتري بتاعه عندما رسمته، أن يتضح فيها السمة الفكرية التي يتميز بها الأستاذ توفيق الحكيم؟ طبعا بديهي، يعني الصورة الشخصية للإنسان هي عبارة عن تاريخ حياته. يعني لابد الفنان عشان يرسم شخص ويوفق في رسمه لازم يرسمه من جوه، من الداخل الأول. وبعدين الشبه ده سهل، يعني في الآخر كل فنان بيشتغل بيقدر يجيب الشبه. إنما الأساس في الموضوع ده التعمق في أعماق النفس وفي تاريخ الإنسان، يعني زي ترجمة حياة له الصورة.
فأول صورة لتوفيق الحكيم عملتها له سنة 41. احنا اتعرفنا ببعض سنة 38-39 في أيام في بداية الحرب العظمى الثانية، وكنا بنقعد في قهوة الجمال في شارع عدلي قدام بيته، كان له مش بيته، البنسيون اللي كان ساكن فيه، يعني نقعد طول الوقت نتكلم في الكتب اللي قرناها، في الملاحظات اللي لنا عن أخبار الحرب، عن مقدمات الحرب، حاجة زي كده، ونتغدى ونطلع نرسم بعد كده سنة بعدها بقى بسنتين أو حاجة زي كده، سنة 41 أطلع في البنسيون عنده أرسم له الصورة اللي هي أول لوحة عملتها له. ما فكرتش أبداً تعليمه الرسم؟ هو كان بيرسم غاوي رسم فعلاً من الأول، لكن الظاهر أن الملكة الأدبية غلبت عليه. فاللوحة اللي عملتها له سنة 41 دي أعجب بيها الصاوي أحمد الصاوي محمد، وفضل مستني لحد ما خلصت الصورة دي واشتراها، فكانت ظاهرة في غاية الغرابة الحقيقة، واشتراها في الوقت ده بمئة جنيه، مئة جنيه يعني زي أكتر من 2000 جنيه، 3000 جنيه دلوقتي. فتوفيق الحكيم ما كانش عنده مانع أبدا إنه يشتري الصورة دي، والعجيب في الأمر إنه اشتراها قبل ما تتبروز، يعني اشتراها وبروزها هو، وما زالت عنده لحد النهاردة. حريص جدا على اقتنائها خشية إن حد ياخدها منه. ومعتني بيها، واستعرناها مرة أو اثنين في معارض فيما سبق، لكن هذه الصورة موجودة لحد النهاردة عنده. أستاذ صلاح، عايز أسأل سيادتك، أثناء ما كان الأستاذ توفيق الحكيم بيترسم، هل كان مستكين وقاعد منتظر ولا إيه؟ لا، ده رائع جدا في جلساته. توفيق الحكيم عنده قدرة على استراحان مفيش بعد كده، فكان يقعد فعلا كويس قوي قوي قوي. هو كانت الصورة دي مركونة على عصاية كده، يعني حاطط العصاية مركونة عليها، ففضل مركون على العصاية والسرحان، ويمكن بيألف رواية في الوقت ده أو بيألف موضوع عظيم حيسجله بعد ما امشي. فالواقع انها من اللوحات اللي انا فاكرها لحد النهاردة. لكن تاني صورة بقى لتوفيق الحكيم بعد مدة طويلة قوي، سنة 69 اللي هي موجودة هنا في ورانا، والتالت صورة له سنة 77. صور سيادتك بتعبر عن الأعماق، هل الأعماق اختلفت من سنة 40 لسنة 60؟ بلا نزاع هناك إضافات وحصيل التجارب لا حصر لها في الشخص اللي برسمه، يعني كل دي أضيفت بلا نزاع. إنما في قصة لطيفة للصورة الأخرانية اللي هي سنة 77. ابتديت أرسم الصورة دي اللي هي ورايا على طول دلوقتي، فبعد بحضرها، يعني الصورة عايزة مثلا 10-15 ساعة علشان أرسمها، فبحضرها، فالتحضير كده في ساعة ونص أول جلسة. فبصيت لقيت توفيق الحكيم وقف وبص للصورة وراح شايلها وحلف أيمانات مغلظة إن أنا لابسها تاني، وراح حطتها في أوضته وقفل عليها وقال لي خلاص امضي بقى. قلت له قال لي هتخسرها بعد كده، فيها كل حاجة، هي موجودة ناقصة الصورة ورايا. ففعلا يعني الصورة دي تحضيرية بس؟ صورة، بداية صورة، يعني ما كملتهاش، إنما هو قال إنها هتخسر لو اتلمست. فده شغل ساعة ونص، بينما كان لازم أشتغل فيها 10-15 ساعة يعني دي قصة الصورة الثالثة. لكن فعلا صورة جميلة وفيها كل فكر وتأملات الأستاذ. طول النهار أنا قاعد وياه وهو قاعد معايا في الأوضة بتاعته في الأهرام جنبي على بعد 5 متر، ويعني لو ما رحتلوش يسأل عليا، لو ما جاليش، يعني دايما مع بعض. فأصبح توفيق الحكيم جزء من كياني تقريبا، يعني حفظته إلى أقصى حد. فكان من السهل فعلا أن الصورة دي تخلص في ساعة ونص، لأن حفظه خالص، كل طول النهار قاعدين مع بعض وبنتكلم، وبعدين المواضيع بتاعتنا لا تنتهي، وطبعا هذه المواضيع باستمرار بتدور حوالين الحياة الثقافية، حتى لو أن المسائل كانت مسائل سطحية، ولكن في مسائل سطحية لها دخل في الثقافة ومسائل سطحية ليس لها دخل في الثقافة، يعني طبعا بتبقى تافهة، عمرنا ما بنتناول أشياء تافهة على الإطلاق، حتى لو ظهرت في أفق حياتنا بتاع الجلسات دي بيستطيع توفيق الحكيم يضفي عليها شيء رفيع باستمرار. والحقيقة جلسات توفيق الحكيم لا تنسى ولن تنسى، يعني له حضور في جلساته وله إشعاع
رائع بلا أدنى تكلف، يعني ما بيحاولش إطلاقا يؤكد هذا، يعني زي ما بتنفس كده تنفس عادي بيشع منه هذا الإشعاع بشكل جميل جدا، وباستمرار عنده راحة النفس، النفس المستريحة والابتسامة، وحتى لما ينفعل يتهالك أنه مش صحيح يعني لأنه في نوع من رضا النفس موجود عنده، ولكن حضرت له مرة انفعال مع حد من الناس اللي يعني مش هقول مين بقى، كان رهيب جدا، فظيع جدا، يعني هذه النفس الرضية الجميلة الساحرة اللي بتشع أنس وفكر وفن حينما ينفعل حقيقة بيبقى يعني مخيف جدا. اتقي شر الحليم إذا غضب. صديقنا اللي قعد ويادة يوميها و يعني حصل له نوع من الذهول لأن لم يتوقع هذا على الإطلاق من توفيق الحكيم. طيب كان سبب الانفعال إيه يعني؟ هل كان سبب الانفعال إنه وصفه في مقالة من مقالاته بطريقة مش عايزها توفيق الحكيم، طريقة مش صحيح، يعني طريقة نقيض حقيقة توفيق الحكيم، ولكن كانت رسالة هذا الصديق وهو صديق عزيز برضو إنه يقول كلمة زي دي لأنه يعني وراه أسباب معينة، هي حتة حرجة شوية، فلكن توفيق الحكيم لم يحتمل هذا إطلاق، ودي المرة الوحيدة اللي في حياتي شفته منفعل فيها ضد واحد لم أكن أتوقع ولا هو يتوقع هذا، فاتقي غضب الحليم زي ما بيقولوا يعني. لكن عدا هذا فشخصية تنضح بالأنس والظرف والجاذبية الفكرية وغير الفكرية الواقع، يعني ما فيش بعد كده. الأستاذ ثروت أبازة، شخصية الأستاذ الكبير توفيق الحكيم كما يشتهر سيادتك بحكم الجوار في المكتب وفي اتحاد الكتاب وفي الحياة وفي الأدب، تتميز بإيه؟ النجار في الأهرام ولا في اتحاد الكتاب في السبعينات والثمانينات دي مسألة متأخرة جدا عن صلتي بتوفيق بيه من سنة 50 لحد دلوقتي، وأنا بعتبر نفسي وأظن يعتبرني ابنه الذي يتولى خاصة شأنه أيضا، يعني علاجه أنا اللي بجيب له الدكتور ويعني كده. ممكن سيادتك تضع لنا نقاط حول أهم ما يميز شخصيته؟ أنه كبير، وأنه يشعر أن ظهور كاتب آخر في الميدان هو تثبيت لأعماله، وأنا مرة كتبت له وقلت له أنت لم تكتب الأعمال الأدبية فقط وإنما كتبت الأدباء أنفسهم، فإحنا كلنا نبت من 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 زرع توفيق الحكيم، ويعني يقرأ لنا وينقدنا ويوجهنا، ويعني أذكر مرة بقول له بأبوة ببنوة كده بقول له يا توفيق بيه الرواية العظيمة بتاعتك عودة الروح دي لو طبقنا عليها القواعد الفنية القصصية نجد انك انت ما طبقتهاش، فبأبوة عظيمة قال لي انت لك حق، لكن الروايات ما تعرفش بتنجح ليه، ساعات بتنجح رغم انها مخالفة لكل القواعد القصصية دي ما تنجح وتبقى رواية عالمية. بعد هذا لما كتبت انا هرب من الايام وبقراها الان بجد ان هرب من الايام فعلا فيها اخطاء قصصية كثيرة لكن نجحت، فاذا دي قاعدة بتاعت اساس كبار قوي قوي. لكن ما زعلش لما تلميذ ليه يقول له كده اطلاقا بدليل الرد نفسه واضح لانه هو عارف انا بحبه قد ايه وعارف بحب الرواية دي قد ايه. طب ده بيعني اشياء كتير جدا جدا، يعني توفيق بيه شخص خلق ليكون فنانا، ثم في حاجة غريبة جدا، أدباء جيله جميعا تولوا مراكز ومناصب، ربما صفة الأدب فيهم كانت أوضح ما في هذه الشخصيات، لكن توفيق الحكيم كاتب فقط، واستطاع أن يعلن على العالم العربي أن مجرد أن يكون الإنسان كاتبا فقط يكفي لأن يكون في قمة الاحترام عند مجتمعه وعند ناسه، وهو ولذلك لا صفة لتوفيق الحكيم إلا أنه كاتب، أنه مفتش يعني مفتش تحققات ولا محقق في وزارة المعارف ولا أنه رئيس دار الكتب، دي مسائل كلها تمر بحياته وكأنها ما وجدت يعني، إنما يبقى أن توفيق الحكيم. فما تقول مثلا توفيق الحكيم بيشتغل إيه؟ بيشتغل توفيق الحكيم فقط،
أستاذ ثروت أباز، عايز أسأل سيادتك عن تطور القصة والرواية في أدب توفيق الحكيم. تطور خطير، وتطور مع تطور القصة والرواية في الأدب العربي كله، القصة والرواية في الأدب العربي كله. طبعا المسرح المصري هو الذي خلقه، لا شك في ذلك. يعني دي مش مسألة، مش رأي، لا يعني واقع، زي ما نقول النسبة توفيق الحكيم هو الذي خلق المسرح المصري، لا شك في ذلك. تطور الرواية والقصة من الرواية اللي هي فيها نضارة البداية زي عودة الروح، لروايات محكمة الحبك وعميقة الفنية لدرجة ان هو ابدع المس رواية اللي هي اللي تجمع بين المسرحية والرواية. ونجده في الورطة يستعمل اللغة العربية وكأنها عامية، ونجده في مثلا بنك القلق تجد الرمز فيها في غاية الفنية والجمال، وفي داخل العمل نفسه ومن داخله. فتطور الرواية العربية عموما مرتبط بتطور الرواية والمسرحية في أدب توفيق الحكيم. في أي روايات توفيق الحكيم بتجد شخصية مصر تتمازج مع شخصية الأستاذ الكبير توفيق الحكيم؟ بطبيعة الحال عودة الروح، لأنه يكاد يعرض عن اسمه يعني. إنما مصر في كل عمل لتوفيق الحكيم، في مسرحيات وفي روايات وفي كل عمل هي في الخلفية. وهو توفيق الحكيم عظمته أنه هو مثقف من الطبقة الأولى، يعني لا قد لا تعرفين أن توفيق الحكيم إذا تكلم في الرسم فكأنه صلاح طاهر بيتكلم، وإذا تكلم في الموسيقى فمثلا تقولي فاغنر. يعني ثقافة واسعة جدا. كل هذه الثقافة بتكون في خلفية عمله الأدبية. من الخلفية الأساسية بقى أن البوتقة كلها في مصر، نابعة منها تصب فيها. هل أبدع أكتر في الرمزيات ولا في الأشياء الواضحة؟ أبدع في كل ما كتب، مش حبا لكن حقيقة، لأن ده راجل ما هو صغير، ومع هذه الثقافة بيبقى كتابته ما يمكنش أنها تكون كتابة هازلة. فمجرد أنه هو تناولها بالقلم اكتسبت من ثقافته الضخمة أعماق لا يمكن أن تكتسبها من كاتب آخر في ضحولة أو مفهوش هذه الثقافة الضخمة المخيفة اللي عنده أستاذ توفيق الحكيم. أستاذ ثروت أباظة، إحنا النهاردة بنحتفل بعيد ميلاده 88، بتقوله إيه؟ أقول له أنت في كل سنة عشت 100 سنة، وأنك ستبقى خالداً في كل ما تكتبه العربية إلى أبد الآبدين، أطال الله حياتك لنا. أستاذ صلاح طاهر الفنان الكبير، عندما تقول للكاتب الكبير أستاذ توفيق الحكيم كل سنة وأنت طيب في عيد ميلاده، بتقوله عادي كده كل سنة؟ لا، بقوله مش كل سنة وأنت طيب، يعني أرجو أن يعني يحاط بالتفاؤل ويحاط بالشعور بالحب مدى الحياة، ومعنوياته باستمرار تكون على أتمها وفي منتهى الروعة، لأن هذه المعنويات بتفيد الحالة الصحية إلى آخره. يعني أي اختلال بسيط في هذه المعنويات بيعمل لخبطة في البني آدم صحيا يعني. وعلى أي حال بيحظى بكم كبير من الحب، يعني على غير العادة، ما فيش كاتب اجتمع حواليه كل هذا الكم من الحب. ليه؟ يستحق هذا الحب، لأنه لا يمكن إلا أنك تحب توفيق الحكيم، لا يمكن. حتى الجماعة اللي هجموه وبيحبوه، يعني نعرف شخصيات عزيزة وصديقة له هجموه في أحيانا كده، كانوا في بلاد تانية ولكن بيحبوه، وهو ما زعلش، زعل شوية لكن راحت يعني. ودي روعة توفيق الحكيم، الحب من الآخرين والحب للآخرين. ونضيء الشموع اليوم لفكر فلسفي رفيع عميق للكاتب الكبير الفنان توفيق الحكيم، الذي جمع في شخصيته النادرة موهبة خارقة وفكرا رفيعا وفنا ساميا، إلى جانب روحه الشفافة المحلقة التي تتمثل في حضوره المشرق. تحية لرائد الفكر توفيق الحكيم في عيد ميلاده، وأطال له في عمره.